مستقيمين بدون ما تحنوا للأمام، بدون ما تحنوا بتستعينوا بأي شيء. المهم ممنوع الحني للأمام بالطريقة هذه، ممنوع، لأنه هذا بسبب انزلاقات كتير. بدنا نلبس البنطلون في نفس الطريقة، نعملها بطريقة آمنة بحيث ما نأثر على الجروح اللي موجود في أسفل الظهر. بدكم تروحوا على الحمام على المرحاض، بدكم تديروا بالكم هاي العملية بحاجة لضغط، بدكم تسهلوا من عملية الإخراج، بترفعوا إيديكم لفوق، وبالطريقة هذه هذا بسهل من عملية الإخراج وإحنا مستقيمين. المغسلة، الوضوء، بدكم تكونوا حذرين، بدكم توقفوا بشكل مستقيم قريب على المغسلة، ما تحنوا رأسكم ولا تحنوا حالكم. ومسألة وضع الإجر وغسل الإجر على المغسلة هاي بدكم تنسوها في الفترة الحالية، وما بدكم تعملوا الطرق هذه اللي بتأدي لانحناءات في أسفل العمود الفقري. جزاكم الله كل خير على نشر هذه الصفحة وهذه الصدقة الجالية. شكرا لكم، معكم دكتور محمود السوسي.